ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلا يا وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. رحمة الله على السيد باقر الهندي. ماذا رأت يا سيد؟ قال: لقد أبصريت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبرين دون مفهومه الصبر، فجاءت بصبر دونه يعظم الصبر. رأته وناديت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهر كالحر. أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمل الصدر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلا. الله، قلب زينب ما ممكن أن يفارق كربلاء. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. تقل أنا جيتك على ريحة الخوة، وذبيتني على الغرب قوة قوة قوة. لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة. أنا مأخوذة يا حسين قوة، شوف الشمر بيا اش سوى. يا الصوت علمتوني تلوى، اي والله صوت علمتوني، اي تلوى.
ويلي يا ويلي يا ويلي، تقولوا حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حق، وحريمكم ذواب قلبها فقد الارجاء، والله ما ظل لنا جلد لركوب الاجماع، ولا هودت عينيه ولا ساعة من اللي اردون نسافر. الله خليك يا ريت من قبل السفر نقعد نوا هذا الفراق، وين يا ابن امي لا لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي. ويلي يا ويلي يا ويلي، اخ مشت وعيونها على حسين تربه تربة، وخذت من دم عزيز القلب تربة تربة. يا هالناس الأخت ويا الأخ من الصغار تربة، تعوف شلون مرمي على الوطية، اي والله تعوف شلون مرمي على يا الوطية. تارة تنظر إلى بدن الحسين وأخرى تنظر إلى رأس الحسين، تقل أخويا أظل ويا الجسم يا حسين رأسك من يروح ويا أروح ميسر ويا الراس جسمك من يدفن هنا، اي والله جسمك من يدفن هنا. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان، ولتعجيل فرجه الشريف. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجك. تعد سويعات عاشوراء من أجلى مصاديق البركة في حياة الإنسان. هذه السويعات القليلة في مدتها الزمنية الكثيرة في عطائها، العظيمة في جودها وكرمها،
لم أقف في تاريخ الإنسان من آدم سلام الله عليه إلى اليوم الحاضر، لم أقف في تاريخ الإنسان على سويعات كهذه السويعات في العطاء. أعطت وتعطي وستعطي في مستقبل الزمان. عاشوراء مو أيام، عاشوراء سويعات، لكنها سويعات مباركة. ما هي هذه البركة؟ ما هي حقيقة البركة؟ الإنسان المؤمن يطلب البركة في حياته، الإنسان المؤمن يطلب البركة في ماله، يطلب البركة في ولده، يطلب البركة في علمه، يطلب البركة في عمره. البركة من المسائل المهمة جدا في حياة الإنسان، وكما تعلمون البركة من الله جل وعلا، يستنزلها الإنسان. البركة ما يستطيع الإنسان أن يصل إليها اعتمادا على جهده، اعتمادا على بذله، اعتمادا على سعيه، اعتمادا على علمه فقط. يحتاج الإنسان إلى استنزال البركة من الله عز وجل، والاستنزال البركة عوامل وأسباب، سأتعرض إلى بعضها بعد قليل إن شاء الله. أولا، ماذا نعني بالبركة؟ القرآن الكريم تناول هذه المسألة في أكثر من آية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وصف البيت الحرام بالمبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وصفت ليلة القدر بالمبارك. القرآن حكاية عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وصف هذا النبي العظيم بالمبارك. إذن القرآن الكريم تناول مسألة البركة، والمؤمن الكيس الفطين يسعى إلى البركة. مال بلا بركة لا خير فيه، لا خير فيه من مال. عمر بلا بركة لا خير فيه من عمر. وبال يصير على الإنسان كثرة مال ولكن ليس في هذا المال بركة، ما فائدة هذا المال. كثرة علم وليس في هذا العلم بركة، ما فائدة هذا العلم. إذن مسألة البركة مسألة مهمة جدا في الحياة. ما هي حقيقة البركة؟ من خلال متابعة كلمات أهل اللغة ومتابعة الروايات والنصوص الشريفة، الآيات والروايات، اتضح لي التالي: أن البركة تعتمد على ركيزتين، على قاعدتين، على أساسين. الأساس الأول وجود الخير الإلهي الوفير في الشيء، والأساس الثاني ثباته، استقراره، بقاؤه، استمراره، أشئت فعبر. فإذا وجدنا شيئا، سواء كان هذا الشيء مكان، زمان، إنسان أو غيرها من الموجودات، ووجدنا فيه خيرا كثيرا،
خير إلهي كثير، ووجدنا هذا الخير باق مستمر، حينئذ نقول هذا الشيء شيء مبارك، هذا الشيء شيء مبارك. النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية لما انتهى من صلاته في المسجد النبوي، الله يرزقنا وإياكم زيارة المسجد النبوي، جاءه سائل يسأل: يا رسول الله إني جائع فأشبعني وعريان فاكسني وفقير وفقير فاغنني. النبي ما كان عنده شيء في تلك الساعة، فقال للرجل الدال على الخير كفاعله: امضي إلى دار ابنتي فاطمة سلام الله عليها، يا بلال خذ الرجل إلى دار ابنتي فاطمة. قام بلال أخذ الرجل جاء به إلى دار فاطمة سلام الله عليها، طرق الباب جاءت سلام الله عليها خلف الباب، فقال الرجل: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. فقالت: سلام الله عليها وعليكم السلام. قال سائل يسأل: يا ابنة رسول الله، سائل يسأل: إني لجائع فأشبعوني وفقير فاغنوني وعريان فاكسوني. فاطمة سلام الله عليها ما كان عندها هم كذلك بالبيت شيء، هؤلاء لا يدخلون شيء، كان عندها عقد أهدته فاطمة بنت الحمزة، حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليهم، أخذت العقد ودفعته للسائل، قالت: بعه واستعن بثمنه. راح الرجل إلى المسجد، التقى به النبي صلى الله عليه وآله، سأله: هل أعطتك فاطمة شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، أعطتني هذا العقد، أعطتني هذا العقد وقالت: بعه واستعن بثمنه. عمار يسمع، عمار يسمع، قام للرجل قال: بكم تريد هذا العقد؟ قال: بشبعة بطن وثوب يستر بدني وإجرة تردني إلى أهلي. أحسنت، ما الطمع يكون أخونا المؤمن. عمار قال: لك 200 درهم، وقيل 200 دينار، وعلي إشباع بطنك، ولك ثوبا ولك كسوة ولك راحلتي هذه دابتي هذه ترحل بها إلى أهلك. ما طلبت شيء، هذا العقد الذي لامس بدن فاطمة سلام الله عليها هذا لا يقدر بما في الدنيا من كنوز. الرجل وافق، استلم عمار العقد، أخذ خرقة طيبها ولف العقد فيها، ثم التفت إلى غلامه يسأل سائل: عمار عنده غلام؟ عنده أموال؟ كيف ما عنده؟ ما كان يشارك في الحروب مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان المسلمون يغنمون الغنائم ويكون لعمار نصيب من تلك الغنائم. فقال للغلام: خذ هذا العقد وامضي إلى رسول الله، وأنت والعقد هدية مني لرسول الله.
هو النبي يتصرف فيك كيف ما يشاء. جاء الغلام إلى النبي صلى الله عليه وآله بلغه الرسالة. التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى الغلام قال أنت والعقد لفاطمة سلام الله عليها، أمرك بيدها، روح. رجع الغلام، جاء الغلام عفوا، جاء الغلام إلى دار فاطمة سلام الله عليها، طرق الباب، جاءت خلف الباب، سألته ماذا تريد، بلغها الرسالة، أخذت العقد، ثم قالت للغلام انطلق فأنت حر لوجه الله. الغلام ينظر، أخذ يضحك، قال ما رأيت عقدا أعظم بركة من هذا العقد، أشبع جائعا وكسى عريانا وأغنى فقيرا وأعتق غلاما وأعتق رقبا. شوف هذا هو العقد المبارك، آثار خير وفير في هذا العقد، عقد فاطمة سلام الله عليها. إذن المؤمن حينما يطلب البركة كيف يستنزلها؟ كيف يستنزلها؟ شوف العمر نحتاج فيه إلى البركة، أكو أعمار لأشخاص قصيرة جدا لكن بركة هذه الأعمار إلى يومك الحاضر. أسألكم سؤال، كم كان عمر عبد الله الرضيع سنوات؟ أبدا، 6 أشهر، لكن هذا العمر المبارك ما زال إلى يومك يعطي وسيبقى يعطي يعطي. تعرف ناس وناس كثيرون دخلوا الإسلام وركبوا سفينة النجاة ببركة هذا الطفل الرضيع؟ كثير ممن انفتح على ثورة الحسين سلام الله انفتح عليها من باب عبد الله الرضيع، وقف على قصة عبد الله الرضيع وهي المأساة حركت قلب هذا الرجل ينفتح على قضية الحسين سلام الله، يجد ذلك العطاء المتدفق يتحول إلى الإسلام. هذا العمر المبارك، هذا عمر مبارك. كيف نستنزل الرحمة؟ ماكو وقت. كيف نستنزل هذه الرحمة البركة في الحياة؟ البركة في المال، البركة في الولد، البركة في العلم، البركة في المتعلقات، كيف نستنزلها من الله عز وجل؟ لذلك عوامل سأشير إلى بعضها. العامل الأول والثاني الإيمان والتقوى، وقد ذكر القرآن ذلك صراحة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ماذا يقول القرآن؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف هاي البركات، طبعا المفسرون اختلفوا ما المقصود ببركات السماء وما المقصود ببركات الأرض. مشهور المفسرين أن بركات السماء هي المطر، وبركات الأرض هي ما تنبت الأرض وما تعطي الأرض. بعض الأعلام يقول لا، بركات السماء يعني البركات المعنوية، وبركات الأرض البركات المادية، يعني البركات بخمات ما ممكن أن تنحصر فقط وفقط في البركات المادية، بركة مو فقط في المال والعقار والمتاع لا، البركة أيضا تنسحب على المعنويات. على كل حال، إذن الإيمان والتقوى عاملان مهمان يستنزلان البركة من الله عز وجل. قد يقول قائل نحن نرى المجتمعات غير المؤمنة الرفاهية الاقتصادية فيها أكثر من المجتمعات المؤمنة. الآن بعض المجتمعات الغربية تعيش رفاهية اقتصادية، وضع اقتصادي منتعش، يعيش الفرد وضع اقتصادي أفضل من بعض المجتمعات المسلمة المؤمنة. فإذا كيف تقولون الإيمان عامل من عوامل استنزال البركة؟
الجواب بسيط. الجواب أصلا أجبنا على ذلك ضمنا فيما تقدم. ليش؟ لأن البركة بماذا فسرناها؟ ما فسرناها بالكثرة. لا يتصور متصور أن بركة المال تتمثل في كثرة المال، لا، بركة الشيء كما قلنا وجود الخير فيه، وجود المنفعة، وجود المصلحة فيه. أما شيء كثير ولكن لا خير فيه، لا منفعة فيه، إذن ما هي هذه البركة التي تتحدثون عنها؟ شوف، إذن كثرة المال لوحدها ما تصير الشيء مباركا، لا تصير المال مباركا، لأن المقياس مو مقياس، مو مقياس الكثرة، مو مقياس الكثرة والوفرة، المقياس هو وجود الخير. هل هذا المال فيه نفع وخير لهذا الإنسان؟ متى يكون المال نافع؟ إذا يأخذ الإنسان إلى الله عز وجل، إذا يعين الإنسان على الطاعة. أما إذا كان المال يأخذ بالإنسان بعيدا عن الله عز وجل، فهل نقول هذا فيه منفعة؟ أبدا. لذلك لا نخلط بين المفاهيم، لا نخلط بين المفاهيم. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء كيف وصلوا إلى هذه الرفاهية الاقتصادية المدعات؟ أنا حتى الرفاهية الاقتصادية خلي عليها علامة استفهام، لكن الآن خب نتغاضى. زين، هؤلاء كيف وصلوا إليها؟ وصلوا إليها بالجد والمثابرة، بالتخطيط، تحمل المسؤولية. سأسألكم سؤال، هذه الأمور أليست من صميم تعاليم النبي صلى الله عليه وآله؟ من صميم تعاليم الإسلام هذه، الجد والاجتهاد والمثابرة والسعي والطلب وتحمل المسؤولية والتخطيط، كلها دعا إليها القرآن، دعت إليها النصوص الشريف. أولئك أخذوا بها، مجتمعاتنا للأسف الشديد لم تأخذ بهذه التعاليم، وبالتالي لم تصل إلى النتائج المرجوة. إذن أول عامل، وثاني عامل الإيمان والتقوى. العامل الثالث من عوامل استنزال البركة قراءة القرآن. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن، فإن البيت إذا قرأ فيه القرآن، شوف نتائج تترتب، نتائج تترتب، فإن البيت إذا قرأ فيه القرآن تيسر على أهله وكثر خيره وكان سكانه في زيادة. هذه هي البركة بعينها. إذن عامل من عوامل استنزال البركة قراءة القرآن. أيضا من عوامل استنزال البركة كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا تستقلوا قليل الرزق فتحرموا كثيرا. واحد يسعى، يبذل جهده، يتوكل على الله عز وجل، وإذا حصل على رزق قليل لا يستصغر قدر هذا الرزق. خلي قدر النعمة، تقدير النعمة يفتح باب البركة على هذا الإنسان، فتحرموا كثيرا. هذا عامل رابع. عامل بل مجموعة من العوامل أشار إليها النبي، لضيق الوقت أستعرضها بصورة سريعة، أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية، يقول: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وتهادوا وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام وأقروا الضيف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. إذن المحبة بين المسلمين، المحبة بين المؤمنين، هذه تستنزل البركة. قوة العلائق بين المؤمنين تستنزل البركة. في الرواية معروفة مشهورة، النبي صلى الله عليه وآله يحدث أصحابه عن
حال الأمة في آخر الزمان، كيف أنها تكون ضعيفة طعمة. فبعض الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول ألي قلة يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ لكثير، كثير عددكم. إذن شنو المشكلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله ولكن غثاء كغثاء السيل. قلت صحيح جمع غفير، لكن غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل شنو؟ هذه الشوائب، شوائب أصلا التي لا يرتبط بعضها بالبعض الآخر، هذه يأتي السيل الجارف يجرف. قلت مشكلتكم شنو؟ هذه حالة الفرق بين المؤمنين، حالة التفرق التشرذم، هذه تجعلكم ضعفاء، هي حالة التمزق في الأمة الإسلامية هي التي تجعلكم ضعفاء. فيقول النبي صلى الله عليه وآله لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وتهادوا إلى آخر كلامي صلى الله عليه وآله. أيضا من أسباب وعوامل نزول البركة، يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أحب المعروف وأهله فوالذي نفسي بيده إن البركة والعافية معهما. حب المعروف وحب أهل المعروف، شفت واحد من أهل المعروف إذا أحببته فإن البركة والعافية معهما. أيضا من العوامل مشاورة العاقل الناصح، كما يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول مشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله عز وجل. بعد فقط هذا العامل يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن في الرفق الزيادة والبركة ومن يحرم الرفق يحرم الخير. في الرفق زيادة وبركة، الإسلام يأمر بالرفق بالحيوان فما بالك بالإنسان. ديننا هذا الدين العظيم يأمر بالرفق بالحيوان، ما يجوز أن تتعدى على حيوان، ما يجوز أن تصادر حق من حقوق حيوان من الحيوان، فما بالك بالإنسان. الرفق باب من أبواب نزول البركة وخلافه، حالة القساوة، حالة انعدام الشفقة والرحمة والمستجار بالله، أي تقوض البركة، تقوض الخير. تعال شوف ماذا صنعوا، ماذا صنعوا ببنات رسول الله صلى الله عليه وآله، أطفال صغار، طفل صغير يتيم يتلوى من الألم على فراق أبيه يبكي، ما سوى شيء هذا الطفل، يريد يعبر عن أحاسيسه الطبيعية. أنت جنابك الكبير إذا تصاب بفاجعة، الله يحفظ أولادكم يحفظ آبائكم يحفظ المتعلقين بكم، بس واحد إذا أصيب بمصيبة وفقد لعزيز من الأحبة يشعر في داخله بحرارة المصاب، يريد يبكي، يريد يفضفض. إذا ما يسمح له بالبكاء هذا يموت من شدة الحزن. هذا باب من أبواب الرحمة. شوف أطفال الحسين، يأتي الطفل المسكين يبكي أو الطفلة الصغيرة تبكي على فراق أبيها، يأتي هذا العدو الصلف كيف يسكتها، كيف يتعامل معها؟ يضربها بالصياط. الله الله، ساعد الله قلبك يا زينب، ساعد الله قلب العقيل زينب،
يعني زينب تشوف الأطفال الصغار كل ما بكت طفلة جاءوا إليها ضربوها بالصياط والعقيلة تنظر ساعد الله حتى جاءوا به إلى مجلس ابن زياد. وترى مجلس ابن زياد ما يطاق لأن مجلس شماتة، ومجلس الشماتة ما يطاق يا جماعة لأن الشماتة وقعها قوي جدا على النفس، أمض حتى من السيف، هاي الشماتة أمض من السيف. زينب سلام الله عليها تدخل إلى مجلس ابن زياد، فابن زياد يتقصد يتعمد أذية العقيلة زينب، يشمت بالعقيلة زينب سلام الله عليها. يقول كيف رأيت صنع الله بأخيك والمردة العتات من أهل بيتك. الله أكبر. تقول زينب والله ما رأيت إلا جميلا. آه آه يا زينب، تقول أنا اللي وقفت مرتين والمرتين أذني، أنا اللي وقفت مرتين والمرتين أذني، وحدة بمجلس ابن زياد متشمت سأل عني، وقفة الثانية بمجلس يزيد الكثرة تولني، ولا واحد بقى من أهلي بذيك الساعة حشمنا. هذا حال العقيلة زينب، تقول أنا اللي شفت نارين نارين نارين، لكن نار أشد من نار، نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار. أنا اللي شفت صدرين يا الله، أنا اللي شفت صدرين واحد هالشم المسمار، واحد كربلة خبرك خيل القمر الظن. تقول أنا اللي فجعني البين بهلي وصريت مفجوعة، وأنا الشاهد تشفيين إلى العباس مقطوعة، وأنا الشيف تخوي حسين كلها مكسر ضلوعة، وأنا الشيف تخوي حسين كل مكسر ضلوعا، ويلي على المظلوم على المظلوم وويلا. تقول أنا الدهر دول ابني وخلى مهجتي نصير، وأنا الحزن ذوبني وأنا اللي شفت طشتين، شبد الحسن في واحد في راس حسين، شبد الحسن في واحد واحد في راس حسين، وولي فقط هذا المشهد. وأسألكم الدعاء. تعلمون أيها الأحبة، أمر ابن زياد بإنزال عائلة الحسين في تلك الخربة إلى جانب المسجد الأعظم.
زينب سلام الله عليها كما في الرواية قالت لا تدخل علينا إلا مملوكة أو من سبيت كما سبينا، ما أريد واحدة تدخل الخربة إلا واحدة شعرت بذل الآس ومرارة الآسر. يقول الراوي بينهم كذلك وإذا بامرأة عجوز تقتحم الخريبة تدخل تسأل عندكم طفلة لمسلم ابن عقيل؟ تفتوا إليها من أنت؟ قالت سمعت أن عندكم طفلة لمسلم ابن عقيل تسمى حميدة، ماذا تريدين أمة الله؟ قالت علي بها. جاءوا بحميدة، نظرت المرأة العجوز إليها أخذت تبكي، صارت تمسح على رأس هاي الطفلة وتبكي. رفعت حميدة رأسها، من أنت أمة الله؟ قالت بني بني أنا طوع، أنا من أجرت مسلم ابن عقيل. وإذا بتلك الطفلة تختنق بعبرتها، تقلها يا عم يا عم إش كثر بي حلوة الليالي، عزيز وفرقته تصعب الوالي، على أبويا اللي جم قلبي وتاه بالي، بجيتك هاي وبنشدك علي يا عم يا ابويا، احكي لحاله حاله حاله من طاح ياهو التدناله. اخذت تحدثها بما جرى على مسلم، والطفله ترطم على راسها وتنادي وابتاه ومسلماه، أويلي 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 أويلي. هاي الأبيات، وأسألكم الدعاء. شوف هاي الطفلة، هاي الطفلة الصغيرة، هذه الطفلة التي فجعت بأبيها مسلم، هاي الطفلة التي فجعت بأبيها مسلم، عظم الله لكم الأجر. هاي جت وقفت على قبر الحسين فيما بعد تشكو للحسين حالها، تقل عمي يا عمي أحزين، حميدة جيت يا خالي، حميدة جيت يا خالي، أنا حميدة جيت يا خالي، حميدة جيت يا خالي، أزورك والقلب مكسور، امسح راسي بجفاك ولو هو خنصرك مبتور، وقبلني مثل أول إذا منحرك مو منحور، بوجودك من بعد مسلم ما كنت أشعر بحرمان، زينب كنت ناشدة عن خالي وعن حبه، وجابت لي رقية تقول هذه قطعة من قلبه، وتالي يا براض الشام رقية تموت بالغربة، حضنت راسك وماتت يا خالي وضجت النسوة، ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. يا الله يا من لا يقال لغيره، يا الله فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،
ولا سقيما إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.